ولأن الناس فقدت ثقتها بالحكومة وقدرتها على إنقاذ الواقع المأساوي الذي نعيشه، ولأن الناس الموجودة في الشارع لا تنتمي إلى طائفة أو حزب أو تيار أو فئة معينة، بل تعبر عن كل لبنان وتجسد تطلعات جميع اللبنانيين، ولأن القوات اللبنانية حذرت مرارا وتكرارا من التدهور الذي تنزلق إليه البلاد، ولأننا وجدنا أن معظم مكونات الحكومة تريد الترقيع والمسكنات ولا نية لديها بأي إصلاح جدي أو جذري، ولأن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تستوجب خطوات استثنائية وفورية، عقد تكتل الجمهورية القوية اجتماعا حضره وزراء ونواب وأعضاء الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية، وصدر بنتيجته البيان التالي: أولا، منذ تشكيل الحكومة الحالية ركز وزراء القوات على ضرورة أعطاء الأولوية القصوى لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية بمقاربات قائمة على مبادئ الشفافية وبناء المؤسسات وإيجاد الحلول العملية والفورية لإخراج البلاد من أزمتها، الأمر الذي لم يحصل. ثانيا، لقد كان حزب القوات اللبنانية الحزب الوحيد المشارك في الحكومة الذي صوت ضد مشروع موازنة 2019 لعدم تضمنها أو تلازمها مع الإصلاحات المطلوبة. ثالثا، بالتوازي مع مناقشة مشروع موازنة 2019 تم الاتفاق المبدئي على سلة إجراءات وإصلاحات لتتخذ ويبدأ تنفيذها قبل أقرار موازنة 2020، الأمر الذي لم يحصل أيضا وأيضا. رابعا، عند مناقشة موازنة 2020 طلبنا بسلة إصلاحات موازية عملية وفورية، وبالرغم من تشكيل لجنة وزارية لدرسها بناء على طلبنا، وبالرغم من المناقشات المستفيضة التي حصلت في هذه اللجنة، لم نلمس جدية كافية بمعالجة الأمور تتلاءم مع خطورة الأوضاع في البلاد. على ضوء كل ذلك توصلنا إلى قناعة بأن هذه الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المالي المعيشي المتفاقم، والدليل على ذلك مجموعة الأزمات المعيشية التي شهدناها في الأيام والأسابيع الأخيرة. من هذا المنطلق قرر التكتل الطلب من وزرائه التقدم باستقالتهم من الحكومة، والتأكيد على مطلبنا بتشكيل حكومة جديدة فعلا بعيدة كل البعد عن الأكثرية الوزارية الحالية. سادسا، إن القوات اللبنانية حريصة كل الحرص على الاستقرار، وهي بالمناسبة تحيي الجيش اللبناني على الدور الحضاري والفعال الذي لعبه في الحفاظ على حرية التظاهر وأمن المتظاهرين من جهة، والحفاظ على الأملاك العامة والخاصة من جهة أخرى. سابعا، يشيد التكتل بهذه المناسبة بجهود وزرائه وممارستهم الحكومية، والتي أصبحت مضرب مثل يحتذى به عند التطرق إلى العمل الحكومي. حكيم، في تداول أعلامي الليلة أنه في اتفاق بينك وبين الرئيس سعد الحريري وزراء القوات اللي بيستقيلوا بيبلغوا تصريف أعمال، شو صحة الكلام وشو تعليقك؟ غير صحيح على الإطلاق، هيدا كلام من نسج خيال أصحابه فقط لغير، مثل ما عودونا تباعا. كمان سؤال تاني، إذا بتسمح، في تسويق بأنه استقالة وزراء القوات بيريح الوزير بسير؟ ما نحن بدنا شيء ونريحه. طيب، ورقة اقتصادية تبع رئيس الحريري وصلتكم، شو تعليقك عليها؟
ما بقى عنا يعني ثقة أن الحكومة الحالية قادرة تقوم بالمطلوب منها لإنقاذ البلاد. من هالمنطلق استقلنا منها. أوكي يا زواد.